تواصل كرة القدم النسوية بمراكش البحث عن ذاتها في غياب بطولة خاصة بهذه الفئة على صعيد عصبة الجنوب. أمام هذا الوضع أخذت اللاعبة السابقة ناديا جليدي رفقة العديد من زميلاتها على عاتقهن تأسيس فريق من أجل تمثيل مراكش والجهة في البطولة الوطنية. الحمد لله الجامعة الجديدة ومع الإدارة الجديدة التقنية تاعت العصبة ولا تاعت الجامعة الملكية المغربية جبت واحد التغيير ان شاء الله بالنسبه حتى للفئه الصغرى اللي ما كيلعبوش في العصبه ولا اللي ما كيلعبوش البطوله الوطنيه صغار. تدرت لهم بطوله يبداو يديروا واحد الدوريات ابتداء من لاجت لي كادي 99 من 2000 2001 2002 ان شاء الله. ايوا نطلبوا من الله، حنا الحمد لله حنا راه الجامعه ديجا هي فرصه باننا حنا ما عندناش بطوله تاع العصبه ونضمت عندنا حنا بزاف تاع الدوريات هنايا في مراكش باش تاد البنات يستافدوا ويلعبوا شي شويه. وهذا ارتئينا اننا نمشيو للقلعه وهضرنا مع الناس تاع القلعه نادو قال لك لا ما كاينينش البنات هذا نادو دفعوا في العصبه تاع خريبقه وحنا راه حنا باقي متشبتين بالامل اننا غندفعوا ان شاء الله وريقتنا السيمانه الجايه ان شاء الله ندفعوا من العصبه وغنغادوا لهاد البنات اللي ليسونس بعدا باش على الاقل انهم يلعبوا محميين وداك الشيء حيت العصبه وفرت لنا جميع الظروف اننا نشاركوا ان شاء الله ويكون خير لنا. انتم غتشاركوا بوحدكم سميه عصبه الجنوب الفرقه الاسم اللي غادي تشاركي به نادي كل كان تيهضر على نادي عندها فرقه بوحدها غتشارك بسميه الكوكب شنو السميه اللي غتشاركي بها هذا؟ ان شاء الله غادي نشاركوا باسميه اشبال الحي المحمدي فرع كره القدم النسويه اللي حنا استطعنا ان درنا جمعيه راسنا متكونه من البنات نسويه كلها من البنات اللي كانوا قدامات كيلعبوا كوننا واحد المكتب ان شاء الله صوبنا احنا في طور ان شاء الله هذا الاسبوع ان شاء الله غادي ندفعوا الدوسي ديالنا للعصبه باسم الشبال الحي المحمدي المراكشي ان شاء الله. نادي مكتب فيه غير البنات واللاعبات السابقه ولكن منين غيجيكم الدعم؟ كنعرفوا بانه غيكونوا ديبلاسمات غيكونوا بزاف د الحوايج ان شاء الله ما غنتمنوا يكون خير ان شاء الله حيت الناس اللي هنا في المدينه بالنسبه للمجلس المدينه ولا الولايه يعني ما غاديش يردونا سواء خصوصا لا كانت فرقه مزيانه وفرقه تاع كره وحده كره القدم النسويه وحده في مراكش يعني غادي ناخذوا البنات مستعدين انهم يضحيوا من الناحيه الماديه انهم ما يتقاضوش الاجور ديالهم حتى حين ان توقف الفرقه على هما مستعدين انهم يضحيوا معنا وان شاء الله يكون خير حنا ما كنتمنوا من الله الخير وغادي نلقاو ان شاء الله الخير. هاد يمكن غتجي مع هاد لوي ماكس كل شيء تيعرف بانه العيد المراه يمكن غتكون مفاجاه مزيانه انه هاد البنات انا كنعرفهم باغيين يلعبوا البطوله يمكن تريني وما يلعبوش ماتش في الاخر السيمانه كتكون صعيبه. لا حنا الحمد لله حنا ما عندناش هذاك المشكل حنا راه حنا كنتريني وكنلعبوا كل حد كونتر ماتشات اميكال كونتر الدراري الرسمي ان شاء الله من هنا القدام ان شاء الله يكون هذا هو اخر عام ان شاء الله باذن الله ولا حبه كاع يمكن العام الجاي ان شاء الله ندوزوا للدوزيام ديفيزيون ولما لا ان شاء الله ومن هنا تما ان شاء الله يكون خير حيت انا هضرت مع الناس في الجامعه الملكيه قالوا لك الا ما كاينش حنا غنهضروا لك مع خريبقه عصبه الغرب ولا عصبه تاعت تادله عصبه تادله ان شاء الله نشاركوا معاهم ان شاء الله يكون خير. حنا هاد البنات هما ما ضايعينش امور راه كيلعبوا في بطوله مدرسيه وكيتالوا بهم الفينال ناسيونال بطوله كيشرفوا مراكش بزاف دائما مراكش حاضره في نهايه كاس المدارس كاس دانون اللي كدير النيابه وزاره التربيه الوطنيه والحمد لله من هنا لقدام تعرف نتاملوا ان شاء الله. وبالنسبه للمنتخب راه ان شاء الله مشاو واحد سته البنات عندنا من مراكش المنتخب اقل من 17 سنه وتعزلوا منهم بنيات من هنا من مدينه مراكش يعني راه ماشي صافي غير منسيين ما عندناش عصبه ولا معنا راه حنا خدامين حنا كنديروا نشاطات وتيلعبوا هاد البنات وتيديروا وتيشاركوا في دوريات وتيشاركوا في شحال من حاجه. فتيات مراكش يواصلن التدريب والمباريات الودية على أمل خوض المنافسات الرسمية اللي كتنتظرها اللاعبات من أجل إبراز المؤهلات اللي كتوفر عليها الفتاة المراكشية. كنلعبوا مرة في السيمانة جوج مرات في السيمانة ومرة في الآخر السيمانة تلعبوا لي ماتش ضد الدراري كونتر الدراري. ولكن باقي تنتسناكم تلعبوا ماتشات في البطولة. تنظن حتى البنات واقيلا تيتسناو هذه القضيه. ما كرهناش كلشي كيتسنى امتى ندخلوا البطوله باش نلعبوا ونخرجوا نلعبوا في مدن اخرين وكنتمنى جمعيات يعاونونا. انا هضرت مع ناديه قالت لي بان قريب ان شاء الله المشكل يتحل وغادي ديروا فريق ان شاء الله اللي غادي يدخل البطوله. واش النيفو ديال البنات انورا يمكن يخليهم يلعبوا مزيان في البطوله؟ عندهم نيفو مزيان المهم يقدر يساعدنا اننا نلعبوا في البطوله كنلعبوا مع دراري كاع وتربحهم.
انا عارف هادشي، عارف بانه كاين 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 الماتشات اللي كتربحوا الدراري، ولكن راك عارف البطولات تحتاج حوايج وحدين اخرين. فعلا يعني كتحتاج كانت المساعده، راه ضروري بنادم غادي يدير الواجب ديالو. حنا البنات سمعت بانه بنات مشاو للمنتخب، بنات اللي تيلعبوا في مع المدارس ديالهم، ولكن فاش تجيو تجمعوهم وما تيكونوش الماتشات، واش البنات ما بداوش يملوا شويه؟ انا ضروري، انا ما كناش كنلعبوا كيجيو بحال دابا ملي كنترينيو، بحال ملي كنجيو نترينيو ملي كنبغي نلعبوا بحال ما تريناش، بحال ما كاينش الحماس ديال الدريات. شنو اللي تتمناو؟ كنتمناو انهم يعاونونا باش نطلعوا نلعبوا ضد مدن اخرين ونلعبوا في البطوله. بناتي يلعبوا الكره صعيبه بزاف، ولكن باش يكونوا تيلعبوها تيلعبوها بصح هذه خاصها الوقت. ايوا داكشي اللي كاين، خاصها شويه الوقت نيت كي قلت لكم. شحال هذا باش بديتي زينب انت؟ طالعه في 6 سنين. كنا جينا حتى حنايا ما عرفناش، دابا حتى حنا ولينا شوي بشوي الحمد لله، وخصنا مازال خصنا اللي يعاوننا ان شاء الله ندخلوا حتى حنا للعصبه كي داخلين لها كاع الفراقي. والنيفو ديالكم تقدروا تلعبوا تقدروا يعني تقاوموا في وسط البطوله الوطنيه؟ اه كاين البنات تبارك الله ما عندي قدروا، كاين نيفو، كاين نيفو، خاصنا اللي يدعمنا وان شاء الله يكون خير. رغم ان الكبيرات تواجه صعوبه في خوض المنافسات الوطنيه والرسميه، الا ان العمل اللي كتقوم به ناديه جليجي اثمر جلب العديد من الفتيات الصغيرات اللي عندهم ميول لكره القدم وتحدوهن رغبه في ممارسه هذه الرياضه. شاديه، فين بديتي تتعلمي الكره انت؟ الحومه. لعبتي في الحومه ديالك؟ فين ساكنه انت؟ سيدي يوسف. ومن بعد الحومه كيفاش تجيتي للفرقه ديال الاشبال؟ جاو عندنا الاساسيات هما يقيدون. تعرفوا كنت تلعبي الكره مزيان جابوك لهنا السنه. هنايا كي دايره لونطريمون ديالكم؟ زوينه وهي هاتك. شنو اللي تتعلموا هنايا؟ تتبقاو تلعبوا هكاك تنجريو لونطريمون، كلشي هو كلشي هو هذاك. انت شنو من اللعابه اللي تتشوفيهم في التلفازه ولا هنا في المغرب وخلاوك انك تلعبي الكره؟ كاين كريستيانو. انت ريالية؟ دابا ملي تكبري غتبقي تلعبي الكره شاديه ولا تبقي تلعبي مع كبار؟ انت دابا تلعبي مع الصغار، ان شاء الله خصنا نشوفوك تلعبي مع كبار ياك؟ ان شاء الله غادي نبقى تلعب مع الكبار. شحال هادي باش بديتي الكره؟ ملي كنت صغيره. شحال تقريبا؟ شحال عندي شي 7 سنين. شحال وصلتي دابا؟ 12. كيفاش جيتي للكره؟ انت بنت وجيتي تلعبي كره؟ صغري كنت نلعب كره وكنلعب مع الدراري صافي، ودابا تعجبني الكره. وانا شفتك تبارك الله صفاء عندك ما يتقال في الكره. امتى جيتي للفرقه ديال اشبال؟ هاد شي عامين. يعني شكون هما اللعابه في المغرب ولا حتى خارج المغرب اللي تتفرجي فيهم في التلفازه وخلاوك انك تعجبك الكره؟ كوكب مراكش بحال سفيان البيجا ورونالدو وميسي. هادو انت يا دابا برصاوي ولا ريالي؟ ديما ريال. رياليه؟ اه. مزيان. شكون تيعجبك في الريال؟ رونالدو. المستوى ديالك غادي تيتزاد شويه مع التدريب اللي تديروا مع ناديه؟ اه استاذه تتورينا اش نديروا باصات وداك الشيء وحنا غادي نتحسنوا. ان شاء الله ملي تكبري غادي تبقاي تلعبي الكره ولا شويه وغادي تمشي ولا شنو دير؟ كره. ملي نكبر ان شاء الله غادي نلعب الكره. الدار تيساعدوك باش تلعبي كره؟ اه تيعاونوني خويا حتى هو كلشي تيعاونني في الدار. تيشجعوني على الكره.